عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطبق ديالنا اليوم إن شاء الله هيكون عبارة عن صينية البطاطس بكفتة السمك في الفرن. نمر إن شاء الله المقادير. هنحتاج إلى كمية 600 غرام. عندي سمك هنا للأسف موجودش سمك السردين، هذا سمك سيلوتكا اللي هو هما أصلا تملحو، لكن أنا نديرو كفتة. كمية من البطاطس مقطعة شرائح، ونحتاج في التوابل إلى الإبزار والملح بطبيعة الحال، السكنجبير، الكمون والفلفل الأحمر الحلو والكركم البلدي وورق الرند. نحتاج ايضا الى ملعقه من ملعقه الى ملعقتين القزبره. هنا نحتاج الى بصله مفرومه مع الثوم، ونحتاج الى صوص طوماط مطيشه مطحونه، ايضا الى زيت الزيتون والزيتون الاخضر، ونحتاج الى الفلفل المرقد. ندوزو ان شاء الله نقيو السمك ديالنا باش نطحنوه. من بعد ما نقينا السمك ديالنا غندوزو ان شاء الله في الطحانه نطحنوه واعود اليكم. من بعد ما طحنا السمك ديالنا غندوزو ان شاء الله نديرو ليه القامه ديالتو. ناخذ البصله اللي طحنا مع الثوم، ناخذ جزء منها وجزء نخليها نديرو مع لاصوص. ناخذ ايضا شويه الربيع، وناخذ القرص هذا تقريبا درت فيه ما غليان وحطيت فيه شويه القرص، خليته تقريبا 10 دقائق وزولته. ندوزو القمه ديالتنا، نضيفو شويه الابزار، كل حاجه منها شويه شويه، نخليو هذه فقط مع لاصوص وشويه الملح بطبيعه الحال. نخلطو الكل، نخليوها شويه تتماسك الخليط شويه، وندوزو نديرو لاصوص ديالنا كيان لاصوص ديال المطيشه هكذا. نخليو هادي ترتاح شويه، ندوزو ناخدو صينيه الفرن اللي غندخلوها في الفرن. ناخدو مطيشه ديالتنا، ناخدو مطيشه ديالتنا بسم الله تقريبا الكل نطحنتها. نضيف ليها البصل مع الثوم، نضيفو ايضا الربيع، ونضيفو القامه تقريبا لهنا حتى هي شويه شويه منها، وايضا الخرقوم البلدي هكذا. نضيفو شويه زيت الزيتون هكذا، نضيفو الملح، الملح فقط شويه لان الزيتون عندي مالح. نخلطو الكل هكذا، الصوص ديالنا نخليوها جانبا، ونمرو السمك ديالنا باش نشكلوه هكذا، نخليوها جانبا وندوزو ونشكلو السمك ديالنا. ندوزو ان شاء الله باش نشكلو السمك ديالنا، ناخدوه نشكلوه على شكل كما الشرائح، يعني خبيزات هكذا كبيره صغيره على حسب نتوما والحجم، كل واحد والحجم ديالو. ونحطها نمشي بنفس الطريقه نكملها، الا كان عندكم الوقت خليوها ترتاح شويه هذا جيد في الثلاجه، ما عندكمش الوقت ماشي مشكل مباشره ديروا كويرات على حسب الوقت هكذا. من بعد ما فعلنا السمك ديالنا على شكل شرائح، نحطو بسم الله على بركة الله مثلا نضع شريحتين ديال البطاطس، ومن بعد انا عندي شوية بقى شريحة ديال السمك، وهكذا
نفس الملوال شريحتين ديال البطاطس وشريحة السمك، نتابعوا بنفس الطريقه تنكملوا الدور. احنا منين سالينا الترتيب ديال او ترتيب البطاطا ديالتنا، غنزيدوا ورق الرند الفوق من هكذا، نحلو الزيتون ديالنا نغسلوه بطبيعة الحال، نضيف فوق الزيتون من بعد ما غسلناه هكذا، نضيفو الزيتون ديالنا، نضيفو أيضا الفلفل الأحمر هذا الصغير المرقد، نضيفو واحدة إلى اثنين هانتوما، الفلفل ديالنا نقدرو نضيفو اثنين. نضيفو شوية الحامض اللي كنت درت معاكم فيديو فيديو ديالو، غنقطعو شوية أيضا. ها هي الصينية ديالنا ديال البطاطس بالسمك، غنضيف ليها شوية هكذا زيت الزيتون، ثم ندخلها إلى الفرن. الطبق ديالنا ديال صينية البطاطس بالكفتة ديال السمك خرجنا من الفرن، طبق مخضرم روسي مغربي بنكهة مغربية طبيعة الحال. دمتم في رعاية الله، نتمنى الطبق ديالنا يعجبكم اليوم، وإلى الملتقى إن شاء الله في طبق تاني جديد.